جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أخيرا شيخ صالح عن ذو القرنين وعن يأجوج ومأجوج. أما ذو القرنين فهو ملك صالح ملكه الله الأرض ومكنه بالقوة وسافر في الأرض وله إصلاحات، ومن ذلك أنه أقام السد بين أهل الأرض وبين يأجوج ومأجوج، وهم أمة من الناس وخلق من خلق الله من بني آدم فيهم بذاء وفيهم أذى وفيهم طغيان، فأقام هذا السد. ولهذا قال له أهل تلك الجهة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهم مفسدون وشكوا من إفسادهم، فأقام هذا السد حائلا بينهم وبين أهل الأرض، جعله الله رحمة للعباد. فإذا جاء وقت الآخرة وقيام الساعة فإنهم يخرجون من هذا السد ويعيثون في الأرض فسادا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فإذا جاء وعد ربي قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى.